نعم، رغم أن العراق قد دخل فراغا سوريا فيما يخص مسألة اختيار رئيس الجمهورية وعدم تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، إلا أنه لا يوجد أي يعني تحركات سياسية سواء من المحكمة الاتحادية أو حتى من الكتل السياسية. ما زال الصمت هو سيد الموقف. الكتل السياسية ما زالت حتى اللحظة تحاول أن تجد لها مخرجا قانونيا أو مخرجا توافقيا للذهاب نحو البرلمان واختيار رئيس الجمهورية. وأيضا المحكمة الاتحادية التزمت الصمت. على ما يبدو أن المحكمة الاتحادية تنتظر التوافق ما بين الكتل السياسية قبل إصدار أي قرار. المحكمة الاتحادية لديها الكثير من الخيارات، لديها خيار حل البرلمان، لديها خيار أيضا سحب الثقة من البرلمان، الذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة، لكن على ما يبدو أن المحكمة لن تتخذ هذا القرار وستنتظر مدة 40 يوم التي أعطاها زعيم التيار الصدري منذ أول يوم رمضان مقتدى الصدري للإطار التنسيقي لكي يشكل حكومة، أو تنتظر أي توافق آخر جديد قد يحدث على الساحة السياسية، لأنها في حال ذهبت إلى أحد الخيارات بحل البرلمان أو حتى سحب الثقة فإن مسألة إعادة الانتخابات ستكون صعبة جدا، والمحكمة الاتحادية ربما ستذهب إلى قرارات أخرى منها حكومة طوارئ إلى آخره من هذه الأمور، وهي لا تريد أن تذهب إلى تلك المساحة. لذا ستعطي الكتل السياسية، طبعا بحسب التسريبات، ستعطي الكتل السياسية مهلة أخرى وستبقي على رئيس الجمهورية بمهامه لاستمراره كرئيس جمهورية، إضافة إلى إبقاء الحكومة الحالية بمهامها أيضا.